بقاوش باغيينك ولقاوك خاوي عاد خرجتي بالتدوينه وهادشي داز شحال هادي وتكون هما داروا دراسه ديالهم هادير مخابرات الجزائريه واسبانيا كيعرفوك انك غتبيع بلاد جات عنده معبر واحد المسمصار يعني طرف ثالث باش يهاجم المغرب ما هو بوصف اخر واحد هو امام القضاء بالسلطه ديالو هو رجل دوله او امام القضاء علاش حيت كيمول واحد رخص منه انا راه كنعرف المغاربه الحرام اللي كينهضوا مع شنو راه ما يبيعش بلادنا ياك بغيتو تهاجموا المغرب عارف فين هاجموا لك ما فلان الله يفعل انت المغاربه ولاد كان كيسحب لي سوق النخاسه ساله هو بالعكس مازال مستمر معنا غير طريقه البيع العبيد تبدلات شحال هادي كانوا الاسياد اللي كيبيعوا العبيد ديالهم دابا ولاو العبيد كيبيعوا نفوسهم شكون اللي يعطي اكثر ومع من نقدر نخدم على حساب الكانه ديالي وشكون انا دابا بالله عليك ملي بغيتي الراي ديالي في التدوينه انا غادي نقول لك ولكن حللها معايا مزيان انا ما غاديش نذكر سميه ديال هذا الشخص هذا تدوينته هاي وسميتو راه باينه يكفي هذاك الاحداث اللي دار في الزاكي والناس اللي خلاهم بلا نعاس والناس اللي باقي لحد الان مدمرين نفسانيا حيت هازين عاهات مستديمه ليومنا هذا بسببه وعاد زيد على التطرف اللي خارج الوطن داكشي اللي كان كيدير خارج الوطن ولا الابتزازات ديالهم انا غنمشي معاك غير 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 دقه دقه بالله عليك ملي كيقول لك ان السفر ديال السفاره ديال واحد البلد جار للمغرب جات عنده معبر واحد المسمصار يعني طرف ثالث باش يهاجم المغرب دابا بالله عليك نمشيو حنا بشويه شكون اللي كاين كاين الجار المغرب كاين الجزائر كاين اسبانيا الارجح هو الجزائر تقدر تصادف علاش جا عندك داك الطرف الثالث عبر السفاره ديال الجزائر راه التدوينه اللي كتضرك بين الحقيقه ديالك عند المغاربه ملي كتقول جاو عندي اذا انت مستعد تبيع بلادك هما داروا دراسه ديالهم هادير مخابرات الجزائريه واسبانيا كيعرفوك انك غتبيع بلادك راه المشكل اللي لقيتي اللي وقع بيناتكم واقيلا غير في الفلوس وكتظن انك الا ابتزتي مؤسسات المغرب اللي واقيلا ما كيعرفوكش واش كاين ولا ما كاينش راه غادي تطلع الكوطه ديالك في المساله هذه بالعكس راه شويتي راسك قدام المغاربه انا والله القسم الا كيصيفطوا لي تدوينه في الانستغرام الناس وكنبقى نقول زعما اش غتجاوب هذا اش غتجاوب هذا مادام جاو عنده المخابرات ديال دول اخرى الا راه عارفين يقدر يبيع بلاده بدرهم راه ما تفهموش في الثمن علاش غتختارك انت بالضبط انا راه كنعرف المغاربه الحرار اللي كينهضوا مع شنو راه ما يبيعش بلادو ومغاربه انت اللي كتفرج فيا والله القسم الا كنشوف شي وحدين واصله اليوم للجدر مساكن بالمشاكل مع بعض الاشخاص ماشي مهم اشخاص ولكن كتلقى في شي تعليق شي واحد تيسب المغرب كتلقى اول واحد كيجاوب هو هذاك اما بحال هذا النوع هذا والله ما عنده مشكل مع المغرب ولا مش مشكل مع شي مؤسسات ولا مشكل مع عنده مشكل مع نفسه داخليا كيقول بانني انا ما قادرش نجيب الفلوس الا بالطريقه هذه لقيت راحتي في الابتزاز لقيت راحتي وانا كنقول لكم حتى الناس حتى داخل الوطن اللي غيتعرض لمسائل الابتزاز انا كنثق في راسي يعني مثلا شي واحد غيصورني لا ينصر داكشي مادام وصلت لديك البلاصه غينصر داكشي اليوم كنشوف الحمد لله على بعد نعمه الامن حنا عندنا لداخل ما هو بوصف اخر واحد هو امام القضاء بالسلطه ديالو هو رجل دوله او امام القضاء علاش حيت كيمول واحد رخص منه انا راه قلت لك واحد سوق النخاسه عندنا خارج الوطن قسما بالله الا مالها كيتباعوا رخاص رخاص بزاف علاش كيقولوا اجي نبتزوا المؤسسات ديال داخل الوطن ملي كيلقاو راسهم انهم ما غيصوروا والو منهم كيقولوا اجي نبيعوا نفسنا ونزيدوا نبتزوا الوطن ياك بغيتوا تهاجموا المغرب عارفين نهاجموا لكم فلان الله يفعل انت المغاربه ولاد زعما والله القسم الا انا ما كنتش باغي كاع نهضر في هذا الموضوع هذا عيش داك الناس كيصيفطوا ديك المساله ديال ديك التدوينه كنقول زعما اش غتجاوب اش غتجاوب واحد تيقول لك انا بلد زاره مادام اختارتك هذيك البلد الزاره الا هو راه فعلا 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 راه عرفاتك انك خائن وانك تبيع راسك رخيص وقلتي اجي نصرت وشكون بعيد كاع قال بانك ما بقاوش باغيينك ولقاوك خاوي وعاد خرجتي بالتدوينه وهادشي داز شحال هادي وتكون دوزتي معاهم المعلومات عطيتيهم داكشي اللي بغيتي وفي الاخر لقيتي راسك اصلا انت خاوي قلتي صافي راه ما نعرفوك خاوي ملي تسلو منك عاد خرجتي من التدوينه شكون قال؟ ما انا اللي كنعرفو يعني فعلا قادر يوصلوا لي هاد المخابرات باش يهاجم المغرب كون اكيد راه عنده خلفيه ديال انه اتجاه بلادو راه ماشي وادك مي كون اكيد كون كنتي كدافع على حقك وكتهاجم المؤسسات في اطار البناء وفي اطار المعقول والله ما يجيو عندك علاش؟ حيت غيقولوا هذا وطني حنا بغينا اللي يبيع وطنه ما بغيناش اللي فهمتي؟ هما باغي حلايقي اللي يبيع وطنه ملي لقاوك حلايقي وخاوي راه داكشي علاش تسلو منك داكشي علاش خرجتي بتدوينه صح حاجه باينه انا زعما والله القسم الا زعما مع احترامي ليكم تعفيوني من هاد المواضيع حسن لي انني نهضر فيها تبارك الله عليكم ولكن الحمد لله راه نتوما عرفتوا الحقيقه ديالو دابا ما كاينش نزيد نطول في الهضره راه واضحه التدوينه راه باينه الاحداث ديالو انتوما غتشوفوها في الاخر ديال الفيديو والله الا غادي نطلب من الدراري يدوزوا الاحداث تشوفوا الناس اللي مساكن في المجاورين لحي السلام قسما بالله الا سيمانه ما كينعسوش الناس في اداره السجون خدامين مساكن باقي لحد الان فيهم لاطراس ديال 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 الضرب وديال ديال التعذيب وديال ديال الابتزاز اللي كانوا كيديروا داخل السجون هادو في قضايا ديال الارهاب زعما لكن قدر الله ما شاء فعل الله يحفظ بلادنا والمغاربه راه باينين والاحرار راه باينين
العبيد ديال سوق النخاسه اللي كيبيعوا الوطن ديالهم راه باينين، ما كاينش نهضروا فيهم. اللي كان سواد عنده القدره انه يدخل لبلاد ويناض وسط بلاد، وهذاك راه نحترمه في الاطار البناء ماشي في الاطار الابتزاز او اشياء اخرى. قدر الله ما شاء فعل وتبارك الله عليكم.